مشاهدينا الكرام والافاضل اينما كنتم اهلا بكم الى هذا الخاص على حق المسيره الخضراء لسباق الدراجات الهوائيه في طبعته الثالثه. مدينه والداخل كتب ان تكون مسك ختام هذا اللحاق الذي جاب من خلاله المشاركون مدن طرفي العيون بلديه المرسى وبوجدور. وقبل ان نتعرف على اقوى لحظات هذا الحدث نتوقف وإياكم لنعاين أهم ما تتميز به هذه المدن المدرجة ضمن هذا اللحاق، والبداية بمدينة العيون. هذه الأخيرة كتب أن تكون منها بداية اللحاق وانطلاقة الدراجين والمشاركين لاكتشاف عالم آخر من عوالم الأقاليم الصحراوية، فهي من تعانق المحيط الأطلسي ما جعلها مدينة سياحية يؤمها عدد غفير سنويا من السياح سواء داخل أو خارج أرض الوطن من أجل اكتشاف جوانب حياتها الثقافية وما تحبل به من مميزات تراثية. نمت بناها التحتية خلال السنوات الأخيرة وتطورت إلى جانب شيم الكرم والجود التي تميز سكانها على غرار باقي مدن الأقاليم الصحراوية. وكذا مدينة المرسى التي تتميز بمنائها الكبير الذي يعتبر أحد بوابات المنطقة تجاريا وبحريا. وشمال العيون حيث تتواجد مدينة الطرفية التي تم استرجاعها إلى حظيرة الوطن سنة 58-900 ميلادية، مدينة بحرية بامتياز تعد محطة وقبلة يتوافد عليها الزوار لرؤية معلمتها التاريخية كسمار التي تعد من المآثر الحية والشامخة وسط البحر. هذا إلى جانب جمالية المدينة التي تتقاسمها معها مدينة بوجدور أو إقليم التحدي الذي شيد سنة 76-900 على موقع كاب بوجدور الذي لم يكن سوى منارة توجه حركة السفن والقوارب عبر الإشارات الضوئية. ومنذ تشييدها شهدت المدينة وثيرة سريعة في التطور والتنمية. خليج وادي الذهب مدينة الداخل الفاتنة بجماليتها وسحر مكانها وصلت أصداؤها العالم عبر بطولة العالم للرياضات البحرية بشتى أنواعها إلى جانب أنشطة أخرى ساهمت في إشعاع المدينة والتعريف بها وبمؤهلاتها. وللحديث بقية. لحق المسيرة الخضراء للدراجات الذي أطفأ شمعته الثالثة هذا الموسم لم تكن رحلة دراجي المنتخبات الوطنية على مداره مفروشة بالورود أو معطلة برحيق الفوز السهل أمام تواجد دراجين مخضرمين بانتمائهم لدول لها الكلمة في عوالم الدراجات الهوائية على مستوى الخريطة العالمية لهذا الصنف الرياضي كالأزرق البولوني الذي حل بالأقاليم الصحراوية وأعينه على نيل العلامة الكاملة، وهو طموح وقاسم تشاركه فيه منتخبات سلوفاكيا التي وقعت بدورها على حضورها بأبرز أسمائها إضافة إلى منتخب بلاد العطر فرنسا وعمر المختار سابقا ليبيا. ناهيك عن المنتخب الشاب الذي جاء من الخليج الآسيوي ليصنع الإنجاز بالخليج الصحراوي مدينة الداخلة منتخب مملكة البحرين. والله الحمد لله احنا دائما موجودين مع في الشقيق المغرب ودائما ما فيش مشاركة تفوت في المغرب، فموجودين في البطولات العربية سواء الطوافات أو البطولات العربية وأي مهرجان رياضي في المغرب ليبيا دائما موجودة فيه، رغم أن بصراحة قليل الاستعداد، مش الاستعداد كيف الماضي، لكن هذه بداية للمدة القادمة إن شاء الله، ولكن نبغى نشاركوا في خاصة سباق العيون اللي ثاني مرة نشاركوا فيها. Oui, pour moi, c'est un grand événement. Quand l'UCI m'a nommé pour ces trois épreuves du challenge de la marche verte, bon, j'ai accepté avec plaisir. D'autant plus qu'il y a une vingtaine d'années, j'avais fait ici le prologue du Tour cycliste du Maroc en 1993. والحدث لحق المسيرة الخضراء لسباق الدراجات في نسخته الثالثة، حيث تزينت هذه الحاضرة بأبهى ما لديها لاستقبال المشاركين في هذه التظاهرة الدولية. مراحلها ربطت أولاها مدينة العيون ببلدية المرسى، وما إن أعطيت انطلاقتها حتى شدت المنافسة بين الدراجين، إذ سرعان ما انسلت الكوكب الأولى عن الكوكب الأم على بساط منبسط وبين الكثبان الرملية التي أثثت المدار وأضفت عليه جانبا من الرونقة والجمالية.
الأزرق والبولوني حاول جاهدا تقليص المساحة بينه وبين دراجي الريادة وهم من المنتخبات الوطنية التي أفشلت كل مساعي البولونيين في بلوغ ذلك، واستمر الحال على ما هو عليه حتى خط النهاية، متمكنا الدراج سعيد بلواش من الظفر بالرتبة الأولى تاركا وصافتها لزميله في المنتخب عادل رضا وأنس سيد العبدية في المركز الثالث. السباق بالنسبه لليوم صراحه السباق كان قوي بزاف، لقينا صعوبه مع الفريق البولوني صراحه اللي كان حاضر بقوه، ولكن الحمد لله الفريق الوطني المغربي اكد عاوتاني مره اخرى على المجهودات ديالو الجباره اللي كيقوم بها دائما. حنا دائما مسيطرين في هذه المراحل ديال الصحراء، كنحاولوا نقدموا احسن الاحسن، هذا المجهودات كيبقاو وكيرجعوا التدريبات اللي كنقوموا بها تدريبات مكثفه. كنشكر بهذه المناسبه الكابتن ديال الفريق عادل جلول على التعليمات ديالو اللي كيعطي لنا داخل السباق، كنشكر جميع العناصر المغربيه اللي صراحه كانت حاضره بهذه المناسبه. كان نبين هذه الفوز ديالي للساكنه ديال مدينه العيون والعائله ديالنا والجامعه الملكيه المغربيه في سباق الدراجات. وعلى مسافه 100 كيلومتر تجدد حوار المشاركين بعجلات الدراجات في ثاني مراحل اللحاق الذي ربط العيون بمدينه طرفايا، حيث اتضحت معالم كوكبة المقدمة مع بدايه السباق بعد ان انسلت عن الكوكب الام منذ الكيلومترات الاولى، مشكلة من 5 دراجين يمثلون المنتخبات الوطنية بالإضافة إلى البولوني دابكوسكي كونارد الذي لم يقوى على مجارات السباق الذي رفعت العناصر الوطنية من وثيرته وأفلحت في التعامل مع مجرياته مستثمرين الرياح جانبية التي صبت لمصلحتهم على بعد كيلومترات قليلة من جماعة الطاح القروية، قبل أن ينفرد كل من إسماعيل العيوني وسعيد بلواش وعادل جلول بالريادة، حيث سيتمكن هذا الأخير من حسمها لمصلحته محققا زمن قدره ساعتين 43 دقيقة و15 ثانية بمعدل سرعة لم يتجاوز 39 كيلومتر في الساعة، تاركا الوصافة لمواطنه إسماعيل العيوني في محل ثالثا أبلواش سعيد. بالنسبه للمرحله ديال اليوم العيون طرفايا فكانت مرحله جد صعبه نظرا للرياح اللي كانت قويه ومعاكسه، فالحمد لله رغم ذلك استطاع المنتخب الوطني المغربي انه يتغلب على الصعاب ديال السباق ويحقق نتيجه جيده هي ثلاث المراكز الاولى، والحمد لله لحد الان فقايمين السباق الاولين بطريقه جيده، وكنتمنى ان شاء الله الحد سعاد للمنتخب الوطني في المرحله ديال الغد. كان السباق ممتاز، بالنسبه للرياح كانت جانبيه على من جهه اليمين، فبالنسبه للمنتخب المغربي تيظهر بهذا المستوى مشرف بحيث مسك زمام الامور وكان ماسك مقدمه السباق بما فيهم كانوا البولونيين مع المنتخب المغربي، واستطاعوا المغاربه ان مثل لان كانت رياح جانبيه تنسميوها الطريقه باللغه الفرنسيه لا بوردور اللي هي باللغه العربيه تغطيه الرياح حتى لا يستفيد منها المتسابقين البولونيين، وبهذه السرعه الفائقه اللي كانت بحوالي 39 كيلومتر في الساعه استطاعوا ان يستمروا في هذا الايقاع المغاربه، من هناك بدا العياء على البولونيين. الخلاصه راه ثم كما شفتوا فهل السيطره المطلقه ديال الفريق الوطني المغربي، لانه بفضل المجهودات اللي قامت بها الجامعه بالتنسيق مع اللجنه التقنيه، فالحمد لله هناك فريق وطني قوي رغم غياب طريق الشعوفي وهدي سفيان، دائما هناك الخلف وهناك كذلك اقل من 23 سنه اللي هما جايين في الطريق ان شاء الله. فالاستراتيجيه ديال الجامعه راك شفتوها راه هي النتيجه. كنتمنوا ان شاء الله وعندنا اليقين بان الحظوظ ديال المغرب غيكون كبيره مع الاخوان البولونيين اللي هما اللي يعني عاطين امتياز في هذا السباق، ولكن الامتياز الكبير دابا هو ديال المغاربه، وان شاء الله غيمكننا نضمنوا ثلاثه ديال المقاعد ديالنا الاولى والثانيه والثالثه بحال اللي عملنا في لي زيتاب كلهم. الحظوظ ديالنا كتفوت 90% وان شاء الله غادي نكملوا الشالونج ب 100% مغربي. Thank you.
هكذا يبدو المشهد وصورة درجية المنتخبات المشاركة تأهبا لهذه المرحلة، والأعين تترصد درجية المنتخبات الوطنية لتكرار سيناريو مرحلتين سابقتين والتربع على المراكز الثلاثة الأولى رغم جسامة مهمة. قرية الصيادين تروم حيث الانطلاق نحو إقليم التحدي بوجدور على مسافة 140 كيلومتر. البداية ستشهد إصابة بعض الدراجين الذين تلقوا الإسعافات الطبية لمواصلة الرحلة التي أبان مع بدايتها دراجو المنتخب البولوني عن نواياهم في نيل علامتها، وعلى ما يبدو فقد استأنسوا بالمجال الصحراوي ومناخه عكس المرحلتين السابقتين اللتين شهدتا تألق دراجي المنتخبات الوطنية. المرحلة الثالثة الرابطة بين مدينة العيون ومدينة بوجدور عرفت منافسة على أشدها بين مختلف المنتخبات وخاصة المنتخب البولوني. مسلسل التشويق سيتواصل حتى مدينة بوجدور، فهل سيواصل دراجي المنتخب المغربي التألق والهيمنة على المراكز المتقدمة أم أن الكلمة ستعود لدراجي المنتخب البولوني؟ إصراره وعزيمة البولونيين ستتواصل حتى النقطة العاشرة بعد المئة على مدار منبسط وسط الكثبان الرملية، بالإضافة إلى قطعان الإبل التي وقفت رغم شهامتها تتابع مجريات المرحلة. خطة الأسماء الوطنية في بسط السيطرة والتحكم في السباق ستعطي أكلها، والسرعة النهائية ستدلي بدلوها للمنتخب المغربي الذي حسم الصراع لمصلحته بدخول الدراج عادل العيوني في صدارة مسجلا توقيت 3 ساعات ودقيقة و5 ثواني. طبعا في البدايه لابد من كلمات الشكر وايضا التشجيع في حق الجامعه طبعا اللي قامت بهذه المبادره الطيبه واللي ماشي جديده، هي في الدوره الثالثه ديالها طبعا في المسيره الخضراء اللي الحمد لله ولا كياخذ واحد البعد وكياخذ واحد الاشعاع، وحضورنا ايضا اليوم يعني كينخرط في هذا التوجه، فاكيد اننا في حاجه طبعا الى تظاهرات من هذا الحجم، تظاهرات اللي كتخرج من المركز، تظاهرات اللي كتمشي ايضا كتعطي ربما نموذج وكتعطي ايضا حتى واحد الفرصه للانتماء لهذا الصنف الرياضي على المستوى الاقاليم الجنوبيه مادام اننا كنخرجوا من المركز. واليوم كاين توجه ديال الوزاره، وحنا كنشكروا الاخوان في الجامعه والسيد الرئيس، لان كاين خيرات وكاين في التوجه اللي حددنا واللي هو يعني التوسيع ديال القاعده ديال الممارسين، فاكيد اننا سعداء جدا ان كنحضروا اليوم، وسعد اكثر ان كنشوفوا ان كاين ابطال مغاربه هما اللي كيفوزوا بالسباق، فهنيئا للدراجه المغربيه وهنيئا للجامعه، وان شاء الله في انتظار احنا مازال عندنا طموح اكثر يعني في انتظار تحقيق الاهم وتحقيق ان شاء الله نتائج، وما ذلك على الجامعه بعزيز. التكيه المغربيه لسباق الدراجات تنبغيو نتقدموا بأحر التشكرات وأكبرها لمعالي السيد وزير الشباب والرياضة اللي انخرط انخراطا قويا مع الدراجة المغربية، واللي تتنباطق لهذا الانخراط ديال الوزارة من واحد استراتيجية ديال توسيع القاعدة والخروج كما قال من المركز، ولذلك احنا الجامعة فخورين بكل عطاءته وما تواجده الآن اليوم معنا في نقطة بعيدة جدا عن المركز الرباط، هو دليل قاطع على مساندته للدراجة المغربية بصفة خاصة وعلى الرياضة المغربية. إذن باسم جميع السباقين وباسم الدراجة تنشكر السيد الوزير، وكذلك تنشكر الإدارة الترابية من سلطات ومن منتخبين وسلطات عسكرية ومدنية على الانخراط، ومعالي السيد الوزير لأننا لاحظنا منذ وصولنا إلى هنا انخراط قوي في هذا الدعم ديالكم وفي الاستراتيجية ديالكم من طرف جميع السلطات الترابية والمحلية. الرحمن الرحيم، كما شفتوا المنتخب الوطني عاوتاني كيبرز الوجود ديالو في هذا الشالنج هذا، والحمد لله استطعنا نفوزوا بهذه المرحله هذه بالمجهود ديال الفريق الوطني. ومن هذا المنبر كنبغي نشكر المتسابقين اللي كانوا معايا، وكنبغي نشكر الناس المنظمين لهذا الشالنج، وكنهدي هذا الفوز هذا للزوجه ديالي والوالدين ديالي. الحمد لله كان السباق اليوم سريع بحوزة عادل جلول واسماعيل العيوني والمتسابقين الاخرين، والحمد لله احنا استطعنا باش نفوز على الفريق البولوني، والحمد لله هذا افضل من الله سبحانه وتعالى. الوطني استعد كل استعداد ديالو والترينا مزيان الحمد لله، والحمد لله النتيجه هي برزات دابا في هذا الشالنج، تمكننا باش نفوزوا من البروميير حتى للسانكيام. هادشي في التدريبات الخاصه ديال الدراري، والحمد لله على كل حال تمكننا باش نفوزوا ثلاث مراحل.
ختام مراحل اللقاء دارت أطوارها على أرض مدينة الداخلة التي استقبلت المشاركين على إيقاعات الموسيقى الحسانية ورقصات شعبية مستوحاة من التراث الصحراوي. مدار هذه المرحلة كان مغايرا تماما لسابقاتها، وجعله المنظمون مغلقا بمسافة 67 كيلومتر عبر 20 لفة جاب من خلالها الدراجون شوارع المدينة، وهي مناسبة لاكتشاف بعض روائع الأقاليم الصحراوية بعيدا عن أجواء التباري والمنافسة. ولأن الحلبات المغلقة تبقى لأهل الاختصاص طبعا، فإن البولونيين ظهروا بوجه آخر خلال اللفات رغم محاولة الأسماء الوطنية الاستماتة وفي مقدمتها لعيون إسماعيل. الترقب ظل سيد الموقف لمعرفة الفائز نظرا لعنصري التشويق والإثارة اللذان ميزا أطوار هذه المحطة التي تمكن من حسمها الدراج البولوني آدم بيرنيسكا لمصلحته بفضل سرعة نهائية. Oui, une victoire polonaise, une victoire de l'équipe de Saint-Marc Paul. Toujours, c'est une victoire de l'équipe. Sans l'équipe, on ne peut pas gagner. On voulait bien finir ce jour ici. Ça s'est bien passé. On avait comme une belle victoire à la fin. الحمد لله حاولت انني نكمل السباق بكل القوة ديالي باش نحرج على المرتبة السادسة بين كل المتسابقين اللي حاضرين بين الاوروبيين والعرب والافارقة، واول سباق على صعيد عصبة الصحراء. والحمد لله ان شاء الله غادي يكون مستقبل مجدي ان شاء الله. الدخلة زوينة، استقبلنا فيها وعايشين فيها شحال من عام هادو، ولفناها والدخلة زينة والله زينة حتى. شكرا، فاش كان سباق جيد وممتع بمدينة الداخلة، فنعيشوا اليوم احنا بفرح بمدينة الداخلة ونتمناو محاولة شي سباق اخر بحول الله. كنتمناو هذا المسابقة يكون مزيان. انا من مدينة أكادير وكبر في مدينة الداخلة. كنتمنى هذا المستقبل يدوز مزيان بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا، شكرا. سباق زوين وخصو ديما يتعاود لينا، المهم مزيان كلشي مزيان الحمد لله. السباق زين ان شاء الله، وكنتمناو ديما ان شاء الله يتم ديما والسباق زين في المستوى. بدونهم لا يكتمل المشهد، فهم من يفرضون الانضباط باعين ترصد كل كبيره وصغيره وبرؤيه غير محصوره، يدونون ملاحظاتهم ويعملون من أجل الوقوف على سلامة الدراجين ومراقبة العداد على امتداد الطواف وتيسير سبل المنافسة بين المشاركين بعيدا عن التنظيم. ولأن المرأة بات في يومنا هذا حضورها في مختلف اللجان أمرا عاديا، فسميرة لم تكسر القاعدة ووقعت على حضورها كامرأة وحيدة ضمن طاقم التحكيم. أشكر جهة الجنوب على الترحيب الذي لقته قافلة الدراجات من طرف السلطات، وخصوصا أن احنا جد فرحانين لاستقبالنا من طرف الجمهور الصحراوي، وكثرة عندما نسمع تصريحات واشتياقات الأبطال المغاربة والأبطال الدوليين، فاحنا جد مسرورين ونتمنى أن هذا اللحاق ينعاد لمرات عديدة. وبحكمي أنا كمرأة أشارك أول مرة في اللحاق الدولي الصحراء، فأنا جد مسرورة بالاحتفاء وبالتنظيم اللي قامت به جهة الجنوب، متمنين أن ينعاد كل سنة. أول نتيجة هما الحكام المبتدئين للآن دابا كيتحسن المستوى ديالهم كل دورة بعد الدورة، والنتيجه الاخرى وهي المستوى اللي رقات ليه هذه الدوره هذه. حنت اول دوره كانت يمكن لي نقيمها في 50 او 45% اللي كانت الدوره، الان هي وصعدات تقريبا شي 70%. فكنهنيهم على هذا التنظيم اللي كان رائع بصراحه، وباقي قدامنا هما حتى الان تيطمحوا باش يكون طواف ديال الصحراء، فهذا زعما طموح مشروع ما علينا الا نشجعهم.
ووراء الستار جنود لا يتحدثون إلا لغة العمل والعطاء في الخفاء، ترجمتها الصمت، بعيدا عن عدسات المصورين وأسئلة الصحفيين. يسهرون ليل نهار من أجل بلوغ النجاح كل نجاح، بدءا من الاستعدادات بوضع رؤية واستراتيجية عمل وفق تصورات قبلية. يسخرون طاقاتهم ويجندون سواعدهم من أجل بلورتها على أرض الواقع. يتابعون ويواكبون التظاهر من زاوية مرخصة، واضعين لها الترتيبات حتى تمر في أفضل الأجواء. أينما حل المشاركون إلا ووجدوا ظلهم، فما هم إلا هم طبعا رجال الظل، أو بالأحرى المنظمون. فعلا الحمد لله كانت واحد التجربة كبيرة الحمد لله اللي مارسوا هذه عصبة الصحراء، مارسوا مع المنتخب الأولمبي وكذلك مع المنتخبات هذه الأوروبية اللي جاوا شاركوا في هذا الشالنج، وكانت واحد يعني واحد الاحتكاك مع هذ المتسابقين، وخداوا واحد التجربة الحمد لله، وغادي يكون إن شاء الله في المستقبل أبطال إن شاء الله. نجح إذن القائمون على لحاق المسيرة الخضراء الدولي لسباق الدرجات تنظيميا في كل جوانبه، وتابعه جمهور غفير عبر كل مراحله، واستطاع المشاركون مواصلة المنافسة حتى آخر محطته في طقوس ستظل موشومة ومنقوشة لا محالة في ذاكرتهم. إذن في هذه الأجواء الاحتفالية والاحتفائية في حاضرة وادي الذهب الكويرة مدينة الداخلة، يرفع الستار على فعاليات لحاق المسيرة الخضراء في صبغته العالمية. في الختام أترككم مع أقوى لحظات هذا اللحاق مع تحيات فريق العمل. أطيب المنى.